بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر من الأوامر المهمة في برنامج الأوتوكاد. الأمر ده عندي موجود في المنيو بار اللي فوق. عندي هنا بارامتريك، بارامتريك في هنا جيومتريك. جيومتريك أنا هاجي أشرح أمر فيكس. فيكس أو تثبيت، بمعنى تثبيت أو إن أنا بعمل زي لوك للأوبجكت اللي عندي أو عن طريق سيلكت بوينت. طب نعمل الكلام ده إزاي؟ هنيجي نكتب في الكوماند gcfix عشان يشغل الامر، تمام؟ عندي هنا لما بعمل select point او object. طيب هنشوف الفرق ما بينهم. اول حاجة select point، انا لو وقفت على الخط كده بيديني هنا اهي البوينت ظهرت لي اللي هي باللون الاحمر ده، عندي الميد بوينت دي او الاند بوينت دي او الاند بوينت دي، اي مكان من دول انا ممكن ان انا اختار منه. طيب انا هعمل البوينت بتاعتي هنا، تمام؟ هنا عمل لي تثبيت للخط ده عند النقطة دي. طيب نعرف يعني ايه تثبيت. لو انا جيت دوست عليه كده وجيت قلت له روتيت، تمام، ودوست انتر وجيت عملت له روتيت من اي نقطة، يعني مثلا من النقطة دي كده، هيجي يعمل لي روتيت حوالين النقطة اللي انا اخترتها اللي هي في النص، فهو مثبت لي الخط في النص هنا وروتيت حواليها بالشكل ده كده. طيب لو انا جيت قلت له موف، نفس الكلام، هاجي كده برضو هيحرك عن طريق النقطة اللي أنا اخترتها. يبقى ده معنى select point. طيب لو أنا جيت رسمت line تاني بالشكل ده كده وجيت قلت له gcfix، تمام، وبعدين اخترت بقى الأوبجكت، هدوس على object أو إن أنا بكتب O من الكيبورد، تمام، واختار الأوبجكت بتاعي ده، الأوبجكت اللي أنا عايزة اعمل له فيكس، تمام. طيب انا لو دوست عليه كده وقلت له روتيت وجيت من النقطه دي اعمل روتيت، رفض ان هو يعمل لها روتيت، ما ينفعش ان انا احرك الخط ده خالص. حاله واحده بس ان هو ممكن يتحرك، لو انا عملت له استريتش بس، تمام، لكن انا لو جيت عملت له روتيت اهو ودوست من النقطه دي على طول هو بيرفض لان هو فيكس، تمام. لو انا جيت مثلا عملت له موف وجيت حركت كده ما بيتحركش معايا. يبقى ده الفرق ما بين سيلكت بوينت وسيلكت اوبجكت. الكلام ده بيطبق على اللاين والبولي لاين والسيركل والارك والبولي لاين ارك والاليبس والاس بي لاين. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.